السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده من قناه ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديروا باتيسري بطريقه هايله تجي ما شاء الله باقل تكلفه، يعني ما كاش وصفه تاع باتيسري تجيكم اقل تكلفه من هذه، يعني حوالي سلعه تاعها حوالي 20 ميل راح تخدمي اكثر من 7 حبات، يعني تلحقيها تقدري تلحقيها حتى 10 حبات اذا ما درتيهمش عاليين. وثاني يعني الحبه هذه راهي دير في الحوانت اقل شيء راهي 10000، يعني من 10000 وطلع. نبداو بسم الله. لهنا عندي 4 بياض بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، يعني خرجوهم قبل ما تبداو تخدموا حوالي ساعه زوج سوايع ثلاث سوايع هكا باش تنجح لكم الوصفه. نضيف عليهم قرصه تاع الملح. لهنا الصفر راح نخليه من بعد نضيفه، ونجيب الباتور ونبدا نطلع في هذاك بياض البيض وحده قبل ما نضيف له السكر حتى نشوف الخليط تاعنا ضاعف الحجم ديالو، ويعني يولي لي شويه ابيض بهذا الشكل. في هذه المرحله راح نجيب كاس الا ربع سكر خشن، هكذا يكون يعني اكثر من كاس الا ربع، حوالي كاس ناقص اصبع، وراح نديرو دفعه واحده على هذاك البياض البيض. ولا تحبوا ديروه على دفعات، يعني ديروا على 3 خطرات وانتم تخدموا بالباتور. الفرق بيناتهم كي ديروا على دفعه واحده راح يطول لكم شويه وانتم تخدموا بالباتور حوالي 15 دقيقه، مي اذا درتوها على دفعات حوالي 10 دقائق راح يطلع لكم البياض تاعكم. ولا نخدموا هذيك المورانغ كما راكم تشوفون حوالي 15 دقيقه وانا نطلع فيها حتى نلحق لهاد القوام، يعني ندير لي هذاك منقار العصفور وكي ندور هذيك الغيسيبيون، يعني ندور هذيك الغيسيبيون ما راحش تدفق ولا تسيل. في هذيك المرحله عرفوا باللي راه واجد، نضيف عليه صفار البيض هذوك 4 صفار، نزيد نخدم بالباتور وراح نضيف عليهم 1/4 كاس تاع الزيت. شوفوا 1/4 كاس تاع الزيت، والدور لهنا تاع الزيت راح يخلي لنا الجينواز تاعنا تجي رطبه، ما تجيش هذيك ديفوا كي تاكلوا الجينواز تحسوها ناشفه بزاف. هذيك علاش تجي ناشفه بزاف؟ باسكو ما فيهاش الزيت، سختو اذا ما تشربوهاش. تزيد ضيفوا الزيت، انا للامانه نضيف دائما الزيت في الجينواز تاعي، تعجبني تجي شغل خفيفه، يمدلها واحد الذوق هايل وتجي خفيفه ما تجيش ناشفه. ونزيد نخلط مليح. في هذه المرحله راح نضيف عليهم عطر الكراميل، واللي ما عندهاش دير عطر لافاني، مي في هذه الوصفه لازم يكون عندك عطر الكراميل. دوك من بعد تعرفوا علاش. ضفت حوالي نص مغرف صغيره، ونجي لهنا نجيب الفارينه تاعي الكاس تاع 240 ملل. شوفوا يعني نخلي منه اندوا قيس اصبع راح نكملها بالكاكاو. اللي تحب ديرها بذوق الفاني دير كاس معمر مليح، ولي ديرها هكذا كيما درتها بالكاكاو تخليو غيس اصبع وتعمروها مليح بالكاكاو. يعني شوفوا هاد الجينواز اعتمدوها وخبوها في عينيكم، انجح وصفه وابن وصفه تاع الجينواز تجي ما شاء الله. ونجيب لهنا صفايه ونطلعها للفوق كامل، وراح نضيف هذيك الفارينه مع هذاك الكاكاو على 3 دفعات، يعني لازم ديروها على 3 دفعات، ونبدا هكذا نخدم من تحت للفوق كما راكو تشوفوا. عطيت لكم المقادير المضبوطه، هاد الجينواز تجي ما شاء الله ما تتكسر ما يصرى لها والو، وما تجيش شغل هكذاك رقيقه، تجي هكذا شغل تجي عاليه تتنفخ بدون خميره كيميائيه. الجينواز ما فيهاش خميره كيميائيه. لهنا كملت الكميه تاع الفارينه هذيك والكاكاو، شوفوا القوام تاعها كيفاش يجي. لهنا صغيره هو واجد. نجيب البلاطو تاعي القياس تاعو 28 على 35، درت فرشت عليه بابي كويسون، لصقتو هكذاك البابي كويسون بالزيت، يعني دهنت البلاطو تاعي بالزيت، درت الزيت درت عليه بابي كويسون، وراح نحط الخليط تاعي تاع الجينواز. وهاد الجينواز تعتمدوها في الغولي في لي ترونش، يعني جينواز روعه روعه روعه. هكا نسويها كامل وراح نخبطها كل الخبطات وراح ندخلها الطيب. مدة الطهي حوالي 8 دقائق الى 10 دقائق، الجينواز ما تطيبش فوق 10 دقائق. شعلت لها من تحت ومن الفوق، انا الفوق تاعي شعل من تحت ومن الفوق، لي الفور تاعها ما يشعلش من تحت ومن الفوق، شعلي من تحت كي تشوفيها نشفت زيدي شعلي من الفوق. المهم ادوها في عين الاعتبار مدة الطهي كأقل
صاحد 10 دقائق. هذا مكان ونجيب لهنا جينواز تاعي، شوفوا راه يطابت لهنا. نجيب طرشونه نشمخها مليح ومن بعد نعصرها مليح ونحط عليها الجينواز. شوفوا هاد الطريقه هايله، يعني الطريقه تاع بكري راح تخلي لكم الجينواز تاعكم ما تكسر وتجي رطبه، تجي ما شاء الله. نحي هكذا الحواف، هذوك اللي جو شويه يابسين، شوفوا لهنا يعني ما جاتنيش يابسه بزاف هكا، ونزيد نحي كامل الاطراف. لهنا ملاحظه، كي تبداو تخدموا الجينواز تاعكم روحوا شعلوا الفوق تاعكم يسخن على اقصى درجه، لو طون اللي تخدموها راح تلقاوه سخون، باسكو الجينواز طيب على فور يكون سخون. شوفوا لهنا نروليه بهذا الشكل، يترولا ما يتكسر ما يصرالو والو، تجي ما شاء الله. نحطها جانبا، نمرو نحضروا الكريمه. عندي لهنا قيس 10000 بودره شانتيي، انا كي قستها في الكاس خرجت لي حوالي كاس وربع، يعني اقل من ربع شويه. هذه شريتها قيس 10000. نوعيه شانتيي هي كريستال، اروع وابن شانتيي خدمت بها في حياتي هي الكريستال، كريستال هكا واسمها. راح نضيف عليها كاس الا ربع تاع الحليب، يكون بارد مليح. لهنا ملاحظه، في الشونتيي تاعكم ضيفوا كاس الا ربع وطلعوها وشوفوا، تقدر تاخذ لكم كاس الا ربع، تقدر تاخذ لكم كثر. شوفوا لهنا انا حسيتها ثقيله بزاف، واش راح ندير؟ راح نزيد ربع كاس واحد اخر. نتوما جامي تضيفوا الحليب دفعه واحده، باسكو كاين شونتيي نوعيه مليحه تشرب وكاين لي لا، يعني توجور ضيفوا بكميات قليله وزيدوا راح يكون احسن. ولا هنا راح نطلعها مده كيما نقولوا الخفق، راح تكون حوالي 15 دقيقة. ماشي كي تشوفوا الشونتيي طلعت شويه تحبسوا الباتور، لا لا، تقعدوا تطلعوا فيها مده 15 دقيقة. شوفوا القوام تاعها كيفاش ولا بعد 15 دقيقة، راح تزيد تتكاثف، يولي كميه تاعها كبيره وتولي خفيفه خفيفه خفيفه، وتاني تساعدكم بزاف في الخدمه. يعني 15 دقيقة وانتم تطلعوا فيها باش تقولوا بلي صاي راهي واجده. شوفوا يعني كمية ما شاء الله، غير بكاس تاع الشونتيي، كاس وشوية تاع الشونتيي. نعود نولو البسكوي غولي تاعي، شوفوا شوفوا تترو لا ما يصرى لها والو. هادوك يعني كانت ما نشفتليش مليح من نورمال، سي بوغ سا لصقت هكداك في الطرشونة. ونجي لهنا نبدا في الخدمة ديالي. تحبوا تشربوه شربوه، خدموا صيغو عادي وشربوه، انا ما حش نشربوه باسكو علاش، يعني الشونتيي الحلاوة بزاف. وراح نجي ندير طبقه مليحه من الشونتيي، هذيك الكميه تاع الشونتيي راح تكفيكم باش تخدموا كامل الوصفه ديالكم. نمشيها كامل مليح وخدموا بالكوبات راح تساعدكم بزاف. شوفوا ونجي نروليه عادي هكذا بهذا الشكل، ما راح يتكسر ما راح يتخسر ما والو، يعني ناجحه مليار بالمئة. هاد الوصفه انا صراحه معتمدتها، يعني وصفه هايله هايله، ويجي خفيف خفيف خفيف. هذاك البسكوي غولي هذاك يجي خفيف ريشه. ونجي لهنا هكا راني نحيلو في هذيك القشره، يعني هو يدير واحد الطبقه، ونجي نزيد نخدم له هكذا كامل من الفوق هذيك الشونتيي. وكما قلت لكم نوعيه الشونتيي كريستال، وكاين تانيك بلونش ناج تانيك مليحه، مي كريستال هي الطوب دو طوب، يعني كما نقولوا نوعيه روعه روعه روعه. القوام تاعها هايل، تساعد في الخدمه والبنه تاعها روعه. شوفوا لهنا غلفته كامل، راح نديرو في الكونجيلاتور ونخلي كميه صغيره باش نفيني بها من بعد. نمروا نحضروا الديكوجيل، اروع وصفه تاع الديكوجيل. من اليوم ما زيديش كامل تشري الديكوجيل، هذه هي الوصفه اللي راح تعتمديها. انا من نهار اكتشفتها ما زدتش كامل شريته. نجيب لهنا هذا الكاس تاع 240 مليلتر، ندير عند هذاك الخط الماء، عند هذاك الخط تاع الكاس ندير الماء، نفسه راح ندير السكر نفس الكميه، نزيد عليهم مغرف ما تكون ممسوحه ما تكون بومبي تاع المايزينا، ومغرف صغيره باتاغوم بدوق الكاغامال، لازم يكون عندكم الباتاغوم ذوق الكراميل. ونحرك بارد في بارد، وراح نديرها على النار. كي تبدا تغلي ودير لي الفقاعات نحسوها اختارت مليح وغلات، لازم تغلي لازم ترفد الغليه باش نطفي عليها. لهنا صايي راهي واجده، شوفوا يعني سوبر كريم ولا ديكوجيل من اروع ما يكون، مستحيل حزيدي تستغناي عليه ولا زيدي تشريه من برا بعد هاد الوصفه. يعني شوفوا هاد زوج وصفات اللي طيتهم لكم تاع الجينواز
والديكوجيل خبوهم في عينيكم، انجح وصفات وابن الوصفات. في هذه المرحله راح نضيف عليهم نص مغرف صغيره مارغارين. الدور تاع المارغارين لهنا راح تخلي لنا هذاك الديكوجيل يجي يبري، تمد هذيك لابغيونس للديكوجيل. وهذا هو القوام تاعو بعد ما برد، يعني شوفوا هدرت بزاف، شوفوا يعني قمه في الروعه. وراح يخدم لكم ماشي غير هذه الخطره، راح يخدم لكم حد حوالي زوج خطرات. وتحبوا تخدموا كميه كبيره وتخبوها في الفريجيدار اخدموا، ما يخسر ما يصرالو والو. نعاود نجيب بيسكوي غولي تاعي من الكونجيلاتور، كنت حطاته في الكونجيلاتور زوج سوايع، ونجي لهنا نبدا نقطع فيه. شوفوا حنحي هذيك الاولانيه، وتقدروا ما تنحوهاش عادي. لهنا شوفوا راهو شويه جامد، وانتم قد ما يجمد لكم قد ما تكون الخدمه احسن واحسن. ونجي لهنا نطراسي الحبات ديالي، انا شوفوا درتهم كبار وخرجوا لي سبعه، وحده قعدت لي بسكوي غولي عادي. وانتم اذا صغرتوا الحبات راح يخرج لكم حتى 8 9 كيما تحبوا. شوفوا يعني الحبه درتها ما شاء الله. نكمل نقطعهم كامل، شوفوا كيفاش يجي. وكل ما نجي نقطع نمسح الموس ديالي، وراح نكملهم كامل بنفس الطريقه. وهذه هي الكميه اللي خرجتها لي. شوفوا الله يبارك الحبه راهي قد العجب، يعني بزاف كبيره، يعني جات بزاف كبيره. تقدروا تصغروهم اكثر اقل من هادو. ونجيب هذيك الشونتيي اللي قعدت لي، وراح نبدا هكا نفيني في الحبه كما راكم تشوفوا. هكذا كميه قليله برك، هكا نحطها على الكوبات باش تجيني الخدمه نقيه. عندي لهنا شويه كاوكاو ايفيلي حمصتو في المقله، درت شويه زبده وحمصتو. وانتم ديروا واش تحبوا، نواد كوكو كيما نقولوا شوكولا فيرميسال كيما تحبوا، البندق الجوز. وما راحش نفد لكم كامل كميه كبيره تاع الكاوكاو، يعني كميه بزاف صغيره. هكا نديرها ساير داير كيما راكم تشوفوا. وراح نجيب هذاك الديكوجيل ونديرو من الفوق هكذا كطبقه من الفوق. شوفوا يجي ما شاء الله، يعني هاد الديكوجيل روعه روعه روعه، البنه روعه، يعني نفس اللي يتباع برا وبالك احسن. هكا ونكمل كامل الحبات ديالي بنفس الطريقه. هنا راح نولي لكم تاني كملاحظه، يعني شتو هذيك الجهه اللي راهي خارجه هكا تاع البسكويت، تقدروا تنحيوها هكا باش تجيكم الحبه مدوره مليح. وكيما تحبوا كل وحده كيفاش تحب تخدم، انا نخدمهم كامل وراح نعاود نولي معاكم. لهنا كملتهم كامل، راح ندير لهم كامل ديكوجيل، يعني راني نوري لكم فيه ونعاود هكا باش تشوفوا يعني النتيجه ما شاء الله. وهذا يعني ما دخلتوش كامل الفريجيدار، راهو برا. وشوفوا القوام تاعو ما شاء الله. انا نكمل كامل وراح نتلاقاو في صحن التقديم. هذه هي الكميه اللي قعدت لي من الديكوجيل، راح نخبيها نخدم بها خطره واحده اخرى. وهذا هو الشكل النهائي لوصفه اليوم. انا زدت لها برك هكذا لا في دور، يعني الورقه الذهبيه. جو ما شاء الله، يعني باتيسري قمه في البنه، سهلين يقطعوا كميه ما شاء الله. الحجم تاعهم يعني الله يبارك، كما قلت لكم تقدروا تخرجوا اكثر من هذه الكميه بمقادير جد بسيطه، يعني 4 تاع حبات تاع البيض راهم يديروا 8000 مع 10000 شونتيي 18000. وانتيا درتي اروع باتيسري. المكونات الاخرين راهم كامل كاينين في الدار، يعني الفارين الزيت هذوك الصوالح وشويه غير تاع الكاوكاو. هذوك الكاوكاو يعني حوالي مام با 5000 راح يخدم لك. نجي ندوق معاكم، شوفوا يدوب في الفم، يعني هذاك الجينواز ولا هذاك البيسكوي غولي يدوب، خفيفة 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 ما شاء الله. والبنة مع هذاك الديكوجيل قمة في البنة. نتمنى منكم تجربوا هذه الوصفة،
وفي الاخير معليا غير نقول لكم شكرا على المشاهده. الى وصفه لاحقه ان شاء الله. سلام.